الآن وحصرياً استديوهات هذا في على جبل الصخور لا نبت عنك والمعنى هذا هو جاسي على جزر الصقور زانبت على القهوة المعنى الثمين في مدح عبد الله مانيق معذور الخوي اللي دمي قافه جسور فوق طيبه طيب خشم طيب عين فوق طيبه طيب خشم طيب عين والله اني فيك يا الغالي فخور انك اللي بالشدايد ما تلين يا الكريم الفردي الوافي الشبور عزوة المحتاج بالوقت الوحيد في تباهي وافتخر بين الحضور والمدايح فيك يا الغالي تزيد تعدد الحبل وتحل نعت الأمور فارد فعلك ما بين العالمين منزع أزوابك لها القاسيين منزع أزوابك لها القاسيين إيه أبوك اللي على الشدة يعين الله وجدك الشيح السناطي والجسور يا الشيوخ خلي لكم فالمجد دور